جزاكم الله خير. يقول هذا السائل من الباحة ألف ألف فضيلة الشيخ: السفر للتعزية متى يجب؟ وهل يكفي التليفون في التعزية؟ التعزية حسب الاستطاعة، التعزية مستحبة وهي حسب الاستطاعة. إن استطاع أن يذهب إلى المصاب ويعزيه إذا كان في البلد، أو إذا لقيه في المسجد أو في الشارع أو في المتجر أو في المكتب مكتب العمل، فإنه يعزيه. أما إذا كان بعيدا عن البلد فإنه يكتفي بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة أو بغير ذلك من الوسائل التي تنقل التعزية إلى المصاب. وعلى كل حال هي سنة ليست واجبة. نعم.